لا تنسى الاشتراك في القناة ومن ثم تفعيل الجرس، وأيضا ادعمنا باللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هكلمكم عن فيديو مهم جدا جدا جدا، ازاي تتعلم تضرب الحقنة وتدي الحقنة لنفسك، وازاي تتعلم تديها للآخرين. اول حاجة، الحقنة سهلة جدا جدا ومفيهاش اي مشكلة، وسهل ان اي حد يتعلمها، بسيطة جدا ومفيهاش اي مشكلة. واول حاجة هتستفاد، هتاخد ثواب كبير عند ربنا ان انت بتفك كرب من كربات مسلم، ان انت تتعلمه، لان الحقنة دي ناس كتير بتتعب عشان تلاقي حد يديها الحقنة. والحمد لله انا من ساعة ما اتعلمتها بقالي 5 سنين، وانا حتى انا بدي الحقنة لنفسي. فدلوقتي هنتعلم ازاي هنعمل ايه في الحقنة. اول حاجة عندي الحقنة هي الامبول، هفتح الاول السرنجة. بسم الله. فتحتها اهي، هركب دي كده وتبتها كده، تمام كده اهي، واشيل السن. لازم اثبت دي عشان ما تفكش وانا بضرب الحقنة، وهجيب الانبول هعمله كده ماشي، واروح كسره، هلفه كده من كل ناحية عشان يتكسر معايا. بسم الله. لقيته جامد، هجيب اي حتة بسيطة، هو جامد مش راضي يتفك يتفتح. لو عندك مشرط، لو عندك مشرط هتعمله بالمشرط او بحتة. همسك كده، بسم الله، فتحته اهو معاكم، تمام كده، بحتة هيتفتح معاك بسهولة. انا عمري في حياتي ما فتحته بمشرط. وادي السن اهو، شايفين فيه اهو السن اهو، هدخل الحقنة كده واسحب. بسم الله. اهي الحقنة سحبتها، هطلع لفوق كده زي ما انتوا شايفين، وقبل ما اطلع الهواء هعمل كده ماشي، هعمل كده اهو، لازم اطلع الهواء اللي فيها، طلعته اهو زي ما انتوا شايفين. هغطيها دلوقتي، هاخدها انا كمان شوية وهوريكو هناخدها ازاي. انا عندي برتقانة اهي، عندي برتقانة اهي ماشي، اكني دي المقعدة، اكني دي المقعدة. هاجي هقسمها بالشكل كده، هقسمها كده زي ما انتوا شايفين كده، قسمتها لاربعة، هقسمها لاربعة بالظبط، هقسمها لاربعة بالظبط. هاجي الربع الاعلى الخارجي ده اهو، ما احنا قسمناها كده كده، عندنا الربع الاعلى الخارجي ده اللي فوق، الربع الاعلى الخارجي ده هو ده اللي بندي فيه الحقنة. يبقى الربع الاعلى الخارجي ده هو ده اللي بندي الحقنة، ما ينفعش ندي لجوه عشان ما يجيش خروج، وما ينفعش ندي تحت عشان ما يجيش خروج، تمام. ادي السن معايا اهو، شايفين السن اهو، في حتة رفيعة اهي وفي حتة جامدة، انا بدخل من الحتة الرفيعة دي، انا هوريها لكم دلوقتي، بدخل من الحتة الرفيعة دي، وضحت كده، اللي هي المدبدبة اهي، دي اللي هدخلها في الربع الاعلى الخارجي اهو. الربع الاعلى الخارجي هنديها كده اهو، هقرب، بسم الله اهو، في السن اهو، الحتة الرفيعة من تحت اهو اهو، تمام كده، وهدخل بكل سهولة، هتبقى طبعا الحقنة مليانة اهي، مثلا مليانة، هفضي فيها كده بكل سهولة وطلع كده. وكده الفيديو خلص، جربوا وما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش. انا اتعلمت في صالح عشان ما بيحبش حد يديله الحقن، صدقوني مش صعبة، ونفعت كل اللي حواليا الحمد لله، ونفعت نفسي قبل اي حد. وماما كانت بتحتار، كانت بتلف الدنيا، كنت بلف لها الدنيا عشان حد يجي يديها الحقنة، وكان في ناس اوقات بتطلب 10 جنيه في ضرب الحقنة،
واللي ما يرضاش يجي، فجربوا وما تخافوش وما فيهاش اي مشكلة. الربع الاعلى الخارجي اهو، وزي ما اتفقنا، واللي مش فاهم حاجة يقول لي في كومنت وانا هقول له. يا رب الفيديو ينفعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.